بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب. حدثني أحد الإخوة المشرفين على فيلم بلال، يمكنكم سمعتوا عنه، يقول أنه سوينا تجربة وأحضرنا عشرات الشباب وسألناهم عن الصحابة، مجموعة من الصحابة لم يجيبوا كلهم، يقول فسألناهم عن أبطال أفلام ديزني لاند فأجابوا ولم يخرموا اسما واحدا، مو مثلا واحد جاب 50% 100%. كنا لا ندرس شيء عن تاريخ عظمائنا في الوقت الذي ندرس فيه تاريخ عظماء الآخرين أو ما يحاول وزارة التاريخ تصويرهم لنا كعظماء. بأن الإنسان زمن أقسم الله له بمطلق الزمن، قال والعصر. جواب القسم شيء مخيف فعلا. أنا لما أقرأ قد أفلح المؤمنون ويجيني الشيطان يقول لي أنت منهم، يعدهم ويمنيهم، أنت أحسن واحد. وإذا بموسى عليه السلام يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فأنا أريد المكافأة منك والجزاء منك والإحسان منك. كما قلت في معادلة الدائم نكرها، الانبهار سهم يؤدي إلى الانصهار، سهم يؤدي إلى الاندثار. تنبهر تنصهر تندثر. بنا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد، يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء. لا بد للسالك من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه. عايز تنشره ولا ما تنشره على كيفك. فقال له المعتصم: أما والله يا أتمي لقد كاد يسبق السيف العدل، اذهب فقد غفرت لك الصبوة وتركتك للصبي. ولهذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نور الدين بنى دارا سماها دار العدل، كان يجلس فيها بنفسه حتى لا يكون بينه وبين الناس أي أمير أو وكيل، وكان يستقبل مظالم الناس بنفسه. مشكلة وين؟ أني غصيت يا شيخ لأن الزنجبيل حاد. والله لو كنت صاحب قرار في هذا العالم الفسيح فما هو أول قرار تتخذه؟ نصرة المظلومين، القضاء على الظلمة والطغاة. والله صعب السؤال هذا. فسح الحرية للمسلمين. هو نتخلى عن هذا الموقع. اللي بعده: جمع بلاد المسلمين تحت بلد واحد. افتتاح جامعة القرآن الكريم بمكة المكرمة. والله أولا ألبي حاجة الناس، إحلال السلام في العالم، إيصال دعوة الله بكل اللغات لكل بني الإنسان في هذه الأرض. كان أول من أثر في حياتي كانت أمي الله يرحمها. أماه أعرف أن تاجك قد نقشت عليه قرآنا وسنة، أماه أعرف أنك حبلى بآلاف الأجنة، وأرى حواليك الذئاب مكشرات كالأسنة، للحق تكبيل وتنكيل وللشهوات إطلاق الأعنة. نرقى بأحلام الشباب. برنامج سواعد الإخاء الموسم الخامس يأتيكم في الأوقات التالية.